Financial Management and Healthcare يعتبر واحد من أهم الكورسز اللي هندرسها في دبلومة Hospital Management. أنا طبعا عارف أن التوبكس والمفاهيم الخاصة بالفاينانشال مانجمنت بتكون صعبة حبتين وبعيدة عن شغل الهيلث كير بروفيشنالز، علشان كده هنبدأ الدراسة بتاعتنا في دبلومة Hospital Management بالتعرف على البيسك كونسبتس of Finance and Accounting. هتعرف يعني Current Assets, Fixed Assets, Current Liabilities, Long-Term Liabilities, Owner's Equity, Expenses, Revenue. كمان هتتعرف على الفاينانشال ستيتمنتس وازاي تقرا القوائم الماليه وازاي تعمل اناليسز اوف ديفرنت فاينانشال ستيتمنتس زي البالانس شيت زي الكاش فلو ستيتمنت زي الانكم ستيتمنت وازاي تقدر تلينك القوائم الماليه وازاي تقدر تستخدم ديفرنت فاينانشال اناليسز تكنيكس واللي بنستخدمها فور فاينانشال ديسيجن ميكينج زي ليكويديتي اناليسز تيرن اوفر اناليسز بزنس ريسك اناليسز Profitability Analysis. كمان هتتعرف على Different Sources of Finance زي الـ Debt and Equity Finance. كمان هتتعرف على أساسيات التسعير أو ما يعرف بـ Fundamentals of Costing and Pricing. واللي هتتعرف من خلالها على Different Types of Cost like Direct Cost, Indirect Cost, Variable Cost, Fixed Cost. كمان هتتعرف على Different Types of Budget زي الماستر بادجت والاوبريتنج بادجت.